معمول علينا من بره. الكردون اللي هو معمول علينا من بره دوت عقبال احنا ما نيجي نخش ناخد حاجتنا من جوه يكون الهدف راح داخل علينا وهدي الحاجه كلها علينا، وحتى العفش، حتى هدوم العيال كله اترجع. انا من ايام الحريق ودي لا انا لسه اللي هو اول امبارح، انما انا من ايام الحريق اللي هو الكتله 31 كتله 35 يعملوا علينا كردون بحيث ان احنا ما نعرفش نخرج ما نعرفش نخش، نبص نلاقي العساكر فوق دماغنا، العساكر اللي بتبقى فوق دماغنا، العساكر كانوا بيساعدونا ويطلعوا عفشنا بره عشان صعبنا عليهم. جابوا عربيات الزباله، عربيات الزباله بقوا يحطوا فيها بقيه العفش. احنا ما خدناش عفش اصلا، احنا خدنا ده شويه برابوكي، فين عفش كله؟ بتكلم حد ما حدش عايز يرد عليك ولا يستشيرك ولا اي حاجه.